الحضور الكرام، باسم المنبر التقدمي نحييكم في هذه الندوة حول تقرير ديوان الرقابة المالية. تعودنا كل عام أن نشهد موسم يثار فيه الكثير من اللغط والكثير من الملاحظات حول ديوان الرقابة المالية وحول ما يستوجبه هذا التقرير من إجراءات يفترض اتخاذها على وجه السرعة. هناك الكثير من الأمور. هذا العام ربما يعني في بعض الأمور التي يمكن أن نتوقف عندها. أولاً، إقرار بإحالة 10 مخالفات إلى النيابة العامة، تصريح النائب العام بأن النيابة العامة سوف تنظر في المخالفات التي تتضمن شبهة جنائية. يضاف إلى ذلك إعلان 31 نائبا لأول مرة، هذه 31 نائبا اتفقوا على عملية استجواب على خلفية ما حوى التقرير. الملاحظ أن الكثير من الأمور أو كثير من التجاوزات لا زالت تسمى ملاحظات. الملاحظ أيضا أنه قبل سنوات عدة كانت الوزارات تتسابق لنشر ردودها حول ما يتعلق بأي ملاحظة ترد بشأنها. الملاحظة أن هذا الاهتمام لم يعد واردا في حسبان أي وزارة، فبالتالي يعني كأن ما يطرحه الديوان ويتبناه أمر لا يهم هذه الأمور في الوقت الذي نحمل لواء الجهات الرسمية عديدة تحمل لواء الشفافية والإيضاح. ومن أول مقتضيات الشفافية فيما يتعلق بهذا الملف هو إيضاح ما يرد بشأن كل وزارة وكل مؤسسة رسمية. هناك يعني تجاوزات مذهلة، هناك تكرار لبعض التجاوزات تسجل كل سنة، وهناك كثير من المسؤولين لا زالوا في مواقعهم ممن حامت في محيطهم بعض الشبهات أو التقصير أو الأمور التي تدخل في نطاق أو ما تستوجبه المساءلة. كل عام يطرح موضوع دور النواب، هذا مهم لهذه الوقفة. الآن بدأ بالنائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب يتكلم لنا فيما يتعلق بالنواب والتوجهات اللي يتعلق بتعامل النواب وتعاطي النواب مع التقرير رقم 16 لديوان الرقابة المالية والإدارية. مساء الخير جميعا. طبعا في البداية لابد أن أتوجه بالشكر لرفاقي المنبر التقدمي على يعني إتاحة الفرصة للحديث في هذه الندوة. هذه الندوة التي تتعلق بموضوع مثل ما ذكر الرفيق بن نواف، موضوع على درجة كبيرة من الأهمية، وبالفعل للأسف البعض يتعامل مع التقرير كحالة أو كحدث موسمي عابر سرعان ما ينتهي بانتهاء يعني فترة تعاطي الوسائل الإعلام مع هذا الحدث. لكن أنا أعتقد أن الموضوع يطرح يعني أكثر من سؤال
على أكثر من جهة وعلى أكثر من يعني الطرف في العملية المهتمة بمسألة المال العام والفساد والقضايا الإدارية والمالية في البلد. التقرير طبعا مثل ما تعرفون هو التقرير رقم 16 في سلسلة تقارير صدرت منذ 2002 حتى الآن. هذه التقارير لابد أن نعترف أساسا أنها تقارير يعني مهنية حرفية تقوم ب يعني دور أساسي في مسألة كشف الفساد وكشف يعني الكثير، لا أقول جميع يعني مآلات الفساد، وإنما الكثير من وجوه الفساد. وأيضا علينا أن أيضا نقر أيضا أن دمج أو إشراك الجانب الإداري في الرقابة بالإضافة للرقابة المالية أعطى هذا التقرير أهمية أيضا استثنائية، على اعتبار أن في الماضي أو في التقارير الأولية كانت الرقابة تحديدا من ديوان الرقابة المالية تنحصر فقط في الجانب المالي. الآن بعد أكثر من كذا سنة التقرير والديوان تحديدا يهتم بالجوانب الرقابية على المال وعلى الأمور الإدارية في البلد والجهات الرسمية تحديدا. طبعا هذا التقرير مثل ما تعرفون هو يعني من أضخم التقارير اللي يعني وردت خلال الفترات الأخيرة، أكثر من 17 سنة تقريبا. التقرير هذا اللي أمامنا الآن هو في 881 صفحة. من بين 881 صفحة هناك 102 مهمة رقابية قام فيها ديوان الرقابة المالية في هذه الفترة، وقدم عنها 137 تقرير، 137 تقرير مالي وإداري، هم خلاصة 881 صفحة التي يعني يكتنزها التقرير. وبالتالي هو جهد صراحة، جهد مشكور، جهد حرفي، جهد مهني، جهد أيضا يجب أن يحظى بالاهتمام، يجب أن لا يكون حدثا عابرا، يجب أن لا تتعامل معه السلطات المعنية وتحديدا مجلس النواب، وأيضا السلطة التنفيذية والسلطة القضائية أيضا باعتباره حدثا عابرا، لأن هذا يعني جهد ملف وتقرير بذل فيه الجهود الكثيرة. وأعتقد أن الديوان كجهة، ديوان رقابة تحديدا كجهة، يقدم لنا مادة غنية سنويا. تبقى يعني الأمور الناقصة في الجانب هو كيفية معالجة هذه الأمور التي يعني يركز عليها التقرير كل عام. طبعا التقرير لا يستثني تقريبا أي جهة رسمية تقريبا، وبالتالي يعني نستطيع من خلال التقرير أن نقرأ الواقع المالي والإداري في الدولة تحديدا من خلال بعض المؤشرات. لا نستطيع أن نذكر كل المؤشرات لأن أعتقد التقرير 881 صفحة لا يمكن الإلمام في أو في ندوة يعني أو حتى في ندوات، لأنه يحتاج إلى تمحيص أكثر، يحتاج إلى قراءة أكثر. لا أستطيع أن أقول أنني قرأت كل صفحة في التقرير، لكنني قرأت الكثير في التقرير خلال الأيام الماضية. هذه هي الندوة الثانية التي يقدمها في التقرير، وهناك أيضا ندوة قادمة ثالثة راح تكون بعد يومين في جمعية شفافية، وهي أيضا يعني تحاول أن تقرأ التقرير من عدة زوايا. أساس أيضا نختصر الوقت، لابد أن نتحدث أيضا أن يعني هناك جهات يجب التركيز على أدائها المالي والإداري تحديدا، لكي نستطيع أن نقرأ من خلال أداء هذه الجهات كيف تدار الأمور المالية والإدارية داخل هذه الجهات وهذه الوزارات. يعني الحساب الختامي للدولة على سبيل المثال يتكلم، أو قبل الحساب الختامي خلونا نتكلم عن عناوين عامة، خلنا نتكلم عن عناوين عامة يعني نستطيع أن نستوعب مضامين التقرير من خلالها. يعني التقرير مثل ما ذكرت قدم 137 تقرير مالي وإداري، ومن خلال العناوين العامة التي قرأناها في الصحف نستطيع أن نقرأ أيضا المشهد العام بالنسبة لكيفية تعاطي الجهات الرسمية مع هذا التقرير. أحد العناوين البارزة التي قرأها الشارع البحريني أن هناك 575 موظفا أجنبيا بالحكومة تجاوزوا 60 من العمر، وأيضا لا زالوا يعملون في الحكومة على الرغم من أن وظائفهم وظائف عالية جدا يستطيع أي بحريني أن يعني يزاولها. هناك أيضا 22% من الإيرادات الحكومية تذهب لسداد فوائد الدين العام،
وهناك أيضا 82% من تجاوز الطاقة الاستيعابية لجامعة البحرين. يعني جامعة البحرين تجاوزت already الطاقة الاستيعابية لها بنسبة 82%. وهناك أيضا عنوان آخر أن 68% من تراخيص استخدام الرمال دون موافقة الجهات المعنية، وهذا أيضا راح نفصل فيه فيما بعد. بالنسبة ل 22 من إيرادات الحكومة اللي هو تبلغ تقريبا 619 مليون دينار، تذهب سنويا لسداد فوائد الدين العام في عام 2018. علينا أن ننوه أيضا أن التقرير اللي احنا في صدده هو ليس التقرير الذي يتحدث عن 2019، هو تقرير يتحدث إلى نوفمبر 2018. كل ما ورد في التقرير يتحدث إلى نهاية نوفمبر 2018. علينا أن أيضاً أن نقرأ الفترة القادمة أو خلال الفترة الحالية، هناك تقرير يعد من قبل الديوان سوف يصدر في نوفمبر القادم. أيضاً عدة عناوين مثلاً نحتاج أن نقرأها، أن 175 من التوصيات التي رفعها التقرير الماضي السابق، 175 توصية لم تنفذ في جميع الوزارات. أيضاً عندنا عنوان آخر، أن هناك 62 مؤسسة تعليمية يفترض أنها تابعة لوزارة لمسؤولية وزارة التربية والتعليم هي غير مسجلة وتعمل تحت أنشطة مختلفة، وأن هناك 59 من أصل 107 مؤسسات تعليمية، 59 من أصل 107 تعمل بدون تراخيص في المجال التعليمي. أيضا عنوان آخر، نهرة اللي هي المسؤولة عن الصحة في البحرين، برامج الصحية في البحرين، خلو نهرة من برنامج رصد الأخطاء الطبية، وأيضا هناك 11 دواء مسجلا دون فحص مختبري، يعني يعطونا أدوية ما ندري مدى صحتها من عدم صحتها. وهناك أيضا 5 مستشفيات و23 مركزا صحيا مخالفا للاشتراطات، ونهرة تتجاهل ذلك، و12 مؤسسة صحية افترض نشطة تعمل دون تراخيص من الهيئة ومسجلة بمزاولة المهن الصحية ومن دون تراخيص. حاول اختصر ايضا بالنسبة للجامعة، ذكرت لكم ان زيارة بنسبة 82% من الطاقة الاستيعابية للمقبولين. علينا ان نركز لان انا راح اشرح في بعض الامور فيما بعد. أعتقد حاول أن أنطلق إلى الورقة على أساس نختصر الوقت. الحساب الختامي للدولة، الحساب الختامي للدولة هو حساب، هو كشف يعني حساب لي يعني كيف أدارت الدولة سياستها المالية خلال فترة محددة من الزمن، وهي طبعا الفترة اللي يتكلم عنها التقرير إلى نهاية 2018. الحساب الختامي للدولة يقول: الإيرادات النفطية تشكل 82% من إجمالي إيرادات 2018، وغير النفطية فقط 18%. هذا أيضا يجب أن نقرأه في الصورة العامة، وهي كيف تستطيع الدولة، كيف تستطيع الحكومة أن تتكلم عن تنويع القاعدة الاقتصادية ولا زلنا أيضا نراوح عند نفس النسبة، أن 82% من إيرادات الدولة هي إيرادات نفطية، والباقي 18% هي إيرادات غير نفطية. لازلنا يعني نحتاج لإقناع أكثر من قبل الحكومة كيف هي سياسة تنويع القاعدة الاقتصادية في البلد. هذا الرقم ظل كما تعلمون على مدى سنوات طويلة، على الأقل أنا أذكر أن على الأقل خلال ال10 سنوات الأخيرة لم يتغير هذا الرقم شيئا. لازلنا نعتمد بدرجة 82% على الطاقة الإيرادات النفطية. التقرير أيضا يقول أنه هناك زيادة وتحسن نسبي في إيرادات 2018، يعني يقرأ التقرير الإيرادات تحسنت بنسبة 574 مليون دينار فقط. الدين العام للدولة وهو القضية التي تشغل الرأي العام في البحرين، مع نهاية ديسمبر 2018 بلغ الدين العام 12.4 مليار دينار، مقارنة
ب10.7 مليار دينار مع نهاية 2017. أنا أطرح هذه النقطة لكي نقرأ معا أيضا يعني كيف تسير مسألة التوازن المالي التي تتحدث عنها الحكومة. إذا كان الدين العام لا زالت في زيادة مضطردة من 10.7 مليار في 2017 قفز في 2018 إلى 12.4 مليار دينار. فوائد القروض كما ذكرت من شوي 619 مليون دينار، يعني ندفع فوائد فقط وليس الأقساط وليس الانستولمنت، يعني ندفع الفوائد فقط 619 مليون. تخيلوا معي أن 619 مليون ما الذي تستطيع أن تبني لنا من مدارس ومستشفيات ومطارات وشوارع وبنية تحتية في البلد لو كان لدينا دين عام في حدود الدنيا وليس بهذا الحجم من التضخم. نسبة رصيد الدين العام من الناتج المحلي بلغت 94% للعام 2018 مقارنة ب 83% لغاية 2017. يعني الدين العام الآن يأكل 94% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، ومن قبل سنة كان 83%. أيضا احنا في تزايد مضطرد بالنسبة للغة الأرقام. مثل ما ذكرت نسبة فوائد القروض من إجمالي الإيرادات الحكومية 619 تشكل 619 مليون دينار تشكل من الإيرادات الحكومية 22%. يعني 22% من إيرادات الدولة تذهب لفوائد القروض فقط. مقارنة طبعا يعني كنا في 2017 كان الفوائد 227، الحين فوائد الدين العام 619 مليون. قيام بعض الجهات والشركات الحكومة بالاقتراح، هذه النقطة لازم ننتبه لها جيدا. قيام بعض الشركات والجهات الحكومية، هاي كلام ديوان الرقابة. قيام بعض الجهات والشركات الحكومية بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية دون إدراجها ضمن الدين العام المسجل لدى وزارة المالية بمجموع قروض بلغت 1.5 مليار دينار. احنا تونا نتكلم عن 12.7 مليار دينار. الجهات الأخرى الحكومية تقترض أيضا قروض، القانون يعطيها هذا الحق، تقترض قروض مجموعها 1.5 مليار دينار. يعني يحسبوا ان 12.7 مليار وأيضا 1.5 مليار. طبعا التقرير لا تنسون ما يتكلم عن السندات اللي اقترضتها الحكومة من شهرين، لأن هذا 2018. عليكم تتخيلون حجم الدين العام الآن وليس 2018 فقط. احنا بسهولة يعني أقدر أخمن يعني بالأرقام بسهولة تجاوزنا 15 مليار دينار، وهي طبعا رقم مخيف. إذا رجعنا للنسبة اللي نتكلم عنها من شوي، إن الدين العام يستوعب 94% من الناتج المحلي الإجمالي، يعني تقريبا احنا وصلنا 100% من الناتج الإجمالي تذهب للدين العام. عوائد الشركة القابضة للنفط، هذا مهم أيضا نقطة. عوائد الشركة القابضة للنفط والغاز التي بلغت 56.4 مليون دينار تطوير لم تورد إلى الحساب الختامي للدولة. 56 عوائد التطوير 56.4 مليون لم تورد إلى الحساب العمومي للدولة وفقا لموازنة 2018، وهو أمر مخالف لأحكام المادة 7 من قانون الميزانية للسنتين المنتهيتين 2017-2018. الغريب في الموضوع أن في التقرير مذكور أن رغم أن وزارة المالية تابعت مع تطوير من أجل سداد هذا المبلغ وتحويله لخزينة الدولة، إلا أن تطوير لم تستجب. بين قوسين التقرير يقول تطوير لم تستجب بدون ذكر أي أسباب أخرى. إحنا ما نتكلم عن مليون جماعة، نتكلم عن 56.4 مليون دينار ترفض أو على الأقل يعني لم تحول في الحساب العمومي للدولة من قبل تطوير، من قبل شركة واحدة بس.
تجاوز المصروفات الفعلية لميزانية المصروفات المتكررة المعتمدة بمبلغ 14 مليون دينار، مع أن القانون يقول بوضوح أن كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون، ولا يجوز لأي وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون. وزارات الدولة تجاوزت، هذا الكلام اللي أشرحها الحين، تجاوزت ميزانيتها المعتمدة ب 14 مليون دينار مجموع. أذكر منهم تحديدا وزارة الداخلية تجاوزت الميزانية المعتمدة لها ب 8 مليون دينار، وزارة التربية والتعليم تجاوزت ميزانيتها بأكثر من 7 مليون دينار. هني بعد أيضا نقطة ترتبط بالنقطة هذه اللي أذكرها الحين، تدني نسبة الصرف لدى الوزارات والجهات الحكومية من ميزانية مشاريعها لعام 2018، مما يشير إلى عدم دقة الأسس والتقديرات التي اعتمدتها تلك الوزارات، كما أن رصد اعتمادات لمشاريع دون الصرف منها أو بنسب منخفضة منها يؤدي إلى عدم الاستغلال الأمثل للميزانية، بحيث يمكن الصرف منها على مشاريع أخرى تكون أكثر أهمية. شنو معنى هذا الكلام؟ الوزارات في الدولة يعني ترصد لها ميزانية مشاريع حسب الميزانية المعتمدة كل سنة كل سنتين. الوزارات لا تستخدم هذه الميزانية، يعني معظم الوزارات في الدولة، في جدول في التقرير موجود، معظم الوزارات في الدولة نسبة صرفها من ميزانية المشاريع المعتمدة لها لا تتجاوز في أحسن الحالات 50%، بعض الوزارات 22%، بعض الوزارات 21%، بعض الوزارات 15%. يعني الوزارات يجي لمجلس النواب وإلى الحكومة وتقول إحنا نبغي ميزانية للمشاريع لأن عندنا هذا المشروع وهذا المشروع وهذا المشروع وهذا المشروع، لكن واقع الحال يقول، وطبعا هذا مو بس في هذا التقرير، ارجعوا إلى كل التقارير من 2002 لحد الآن، الوزارات لا تستخدم ميزانية المشاريع استخدام أمثل. أي وزارات؟ كل الوزارات. في تحديد؟ نعم، التقرير يرصد الوزارات لكن تقرير طويل يعني. زين، أنا أذكر لك حوالي على الأقل 12 وزارة، 12 وزارة أو 11 وزارة. زين، وجهة حكومية طبعا. زين، لا تستخدم المشاريع، من بينها وزارة التربية والتعليم، وزارة الكهرباء، وزارة الأشغال، وزارة ديوان الخدمة المدنية، كل هذه الوزارات المهمة اللي اليوم احنا نتطلع ان تكون لديها مشاريع، لا تصرف ميزانية المشاريع، ورغم ذلك تفوق ميزانيتها، تطلب فوق ميزانيتها ميزانيات ال 14 مليون اللي ذكرتها من شوي لدى وزارة الداخلية 8 مليون ولدى وزارة التربية 7 مليون شوي، تطلب أو تصرف أكثر من ميزانيتها الاعتيادية، ولا تلمس أو على الأقل لا تستخدم الميزانية المعتمدة في ميزانية المشاريع، وبالتالي تظل أموال وملايين مرصودة ما حد يلمسها. ليش؟ لأن يعني ليش مثلا الناس على سبيل المثال اليوم يتكلمون مثلا في نقص في الأدوية، مثلا في نقص في الصفوف، في نقص في يعني وسائل التعليم، في نقص في الكهرباء، في نقص الأشغال، هذه هي المشاريع اللي نتكلم عنها، والوزارات لا تعمل بطاقتها الاستيعابية الحقيقية لتنفيذ تلك المشاريع، وتمر الميزانيات سنة عن سنة وشهر عن شهر، المواطن ينتظر هذه المشاريع سواء في البلديات أو في الأشغال أو في التربية أو في التعليم أو في الصحة أو في الأشغال أو في الكهرباء من دون أن تنفذ هذه المشاريع، وترحل ويأتي الوزير المعني في كل ميزانية ليطلب أيضا ميزانية جديدة، وتبقى نفس النسب تقريبا مراوحة في نفس المكان لا تزيد، وتبقى المشاريع معطلة. في جانب هني إحنا ما نلاحظ أن لما تتأخر تنفيذ المشاريع أي مشروع، لما يتأخر تنفيذ أي مشروع معناته قيمته الحقيقية أو قيمة تنفيذه لاحقا أو مستقبلا ترتفع بمقاييس السعر الدينار نفسه أو حتى بمقاييس السوق نفسه، ترتفع فيما بعد لأنه لم ينفذ في الوقت المحدد إليه، وبالتالي
تضطر الوزارات أن تطلب مبالغ إضافية لمشاريعها اللي كان يمكن أن تنفذ في السنوات الماضية. أنا حاول أشرح لأن هذا بالفعل إحنا نعاني مشكلة على مستوى البحرين، إحنا كمواطنين تتأخر مشاريعنا، لكن في المقابل الوزارات لا تحرك ساكن. بقى عشر؟ زين. مجلس المناقصات، على فكرة هاي مجلس المناقصات يعني حطوا بالكم أن مجلس المناقصات هذا أيضا أنا متابع جيد التقرير من 2002 لحد الآن، وسنة عن سنة كل واحد يقدر يرجع للتقرير يقرأه بكل بالعيون المجردة، أن جميع الوزارات من دون استثناء جميع الوزارات والجهات الحكومية تتجاوز مجلس المناقصات وتلتف بل وتحتال على مجلس المناقصات، لأن في شروط وفي التزامات يحدث القانون مناقصات عساس ترسب مناقصة أو يرسب مبلغ المناقصة، لكن الوزارات أما تقطع هذه المبالغ أو تجزها، وهذا يحدث سنة عن سنة سنة عن سنة. مثلا مجلس المناقصات إعادة، هاي نقطة ممكن علينا نتكلم فيها لأن فيها جانب إداري، ممكن كلكم قريتون مجلس المناقصات يعيد تعيين إحدى الموظفات والتي كانت تشغل منصب الأمين العام لدى مجلس المناقصات، يعيدها كمستشارة، طبعاً هي طالعة تقاعد مبكر، يعيدها كمستشارة وبعد أن تقاعدت مبكر مباشرة بعد أن تقاعدت مبكر، رغم أن القانون يقول أن لا يحق إعادة أي موظف عمومي للعمل إلا بعد مرور سنتين من تقاعده. مجلس المناقصات يعيدها مباشرة ويعطيها راتب 3500 دينار فوق راتبها التقاعد. يعني هذا أنا أعطيكم أمثلة لأن ترى في أمثلة واجد من النوع، لكن إذا الواحد بيقرأ هاي الأمثلة ما بنخلص. تراجع أداء 15% من المدارس الابتدائية في البحرين بحسب نتائج دورة المراجعة الثالثة من قبل الهيئة جودة التعليم. اسمحوا لي أنا أخلط أمور مالية بإدارية لأن التقرير مركب بهالطريقة، في كل الوزارة فيها أمور مالية وإدارية يعني مع بعض. تراجع أداء 15% من مدارس البحرين الابتدائية بحسب نتائج دورة المراجعة الثالثة من قبل هيئة جودة التعليم، كما أنه لم يتطور أداء 31% من المدارس الابتدائية في البحرين التي سبق أن حصلت على تقييم أداء غير ملائم أو مرضي. يعني 31% من المدارس لم يتطور أداها رغم أنه في عليها مآخذ في السنوات الماضية لضرورة تطويرها، 31% لم يتطور، و 15% تراجع أداها. وكلكم تابعتون طبعاً جزء مجلس النواب وتابعتون ردود المعنيين بوزارة التجارة الجلسة الأخيرة، وزارة التربية والتعليم الجلسة الأخيرة، اللي يتكلمون عن فنلندا وعن أن تعليمنا وصل لفنلندا. هذه أحد مؤشرات التعليم في فنلندا في البحرين. تركيز وزارة التربية والتعليم على أداء المدارس المدرجة ضمن خطط زيارات هيئة الجودة، حيث اسمعوا هاي النقطة، هذا احتيال واضح، احتيال واضح على القانون. تركيز وزارة التربية والتعليم على أداء المدارس المدرجة ضمن خطط زيارات هيئة الجودة، حيث يتم تلبية جميع متطلبات واحتياجات تلك المدارس التي تزورها هيئة الجودة على حساب بقية مدارس البحرين كلها، مما يعطي صورة مغلوطة، هاي التقرير يقول، مما يعطي صورة مغلوطة عن جودة التعليم ويتسبب في تراجع جودة التعليم في البحرين ومخرجاته في كافة المدارس الأخرى غير المدرجة ضمن اهتمامات الوزارة. يعني الوزارة تركز سنوياً على كذا مدرسة، 5-10 مدارس، تعرف جيداً، تعرف مسبقاً أن هيئة جودة التعليم راح تزورها علشان تطلع صورة وردية بالنسبة للعالم أن هاي مدارس جيدة نموذجية. لكن بالمقابل، بالإضافة للي ذكرت عن تراجع جودة التعليم في المدارس وأداها، في المقابل تهمل جميع المدارس التي لا تزورها هيئة جودة التعليم. بالتالي احنا امام احتيال واضح والتفاف على القانون من قبل الوزارة. وجود نقص كبير في عدد المعلمين الاوائل مما يؤثر سلبا على متابعة العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، ونقص مماثل في عدد المعلمين الاحتياط الإناث.
يعني طبعا ما في معلمين هواي، احنا تكلمنا في الجلسه المجلس النواب الاخيره ان صفوف بدون مدرسين اصلا، وكل وسائل الاعلام تكلمت مؤخرا عن ان حراس الامن في الوزارات سكيورتيز يحمون الصفوف. هذا كلكم تابعتونا، ومو كلام نواب ولا كلامي انا ولا كلام التقرير، هذا كلام داخل وزاره التربيه والتعليم. تجاوز وزاره التعليم التربيه والتعليم لمعايير الكثافه الطلابيه المعتمده بعدد 30 الى 35 طالب في الصف في اكثر من 21% من الفصول في مدارس البحرين في المرحله الابتدائيه. يعني العدد هذا بعكس اللي ذكره اللي دافعه هالمره المسؤولين في وزاره التربيه لما حضروا جلسه مجلس النواب، قالوا لا احنا عندنا فصول نموذجيه وعندنا مدرسين نموذجيين وكل شيء تمام. هذا التقرير، تقرير رسمي يقول هذا الكلام، ان 21% من الفصول يتجاوز فيها العدد كثيرا. الانكى من ذلك ان وكيل وزاره التربيه والتعليم استاذ محمد جمعه مبارك ذكر في الجلسه الاخيره بكل وضوح انه مو مشكله يكون عندنا في الصف 50 60 طالب، المشكله مو في العدد. شلون تتكلم، شلون تقنعني انه بتكون في جوده التعليم اذا تتكلم لي انه مو مشكله يكون عندي 50 60 طالب في الصف؟ خلينا نقتنع اول بالمنطق. يعني بلغ عدد الطلبه المتسربين من جامعه البحرين في المرحله الاولى الجامعيه، المرحله الاولى الجامعيه بلغ العدد بين عام 2015 و 2018 خلال 3 سنوات عدد المتسربين من المرحله الاولى في جامعه البحرين بلغ 7300 طالب بحريني. اي معلش، بلغت تكلفه تسربهم كم؟ شوف في جانب مالي واداري، تكلفه تسرب هاي 7300 طالب كم بلغت؟ اكثر من 12 مليون دينار. الامر الذي يؤثر على سمعه الجامعه وتصنيفها الاكاديمي، كما ان اسباب تسرب الطلبه من المرحله الاولى من الجامعه يرجع الى عدد من الاسباب، من اهمها كما يراقب التقرير المتعلقه باجراءات قبول الطلبه وتاهيلهم للدراسه في الجامعه، ومن بينها قبول طلبه في برامج اكاديميه لا تتناسب مع تخصصاتهم في الثانويه العامه، اذ لوحظ ان نسبه التسرب تلك البرامج تتراوح بين 56 الى 100% تسرب. يعني التقرير اساس اختصر لكم يقول ان بعض التخصصات تحديدا الهندسه الميكانيكيه يتسربون 100% منهم يدخل السنه ويطلع بنهايه السنه. والميكانيكال انجينيرنج والكهرباء والتخصصات الاخرى يعني يتسربون بدرجات متفاوته 56 26 30 وهكذا. نقطه اخيره على اساس انه ايضا ما اطول، حول ديوان الخدمه المدنيه. ذكرت من ساعه لكم ان 575 موظف اجنبي يتجاوز سن 60، ما نبي نكررها. موافقة ديوان الخدمة المدنية على توظيف أجانب وتجديد عقودهم لفترات تصل لثلاثين سنة. يعني شلون ديوان الخدمة المدنية يوافق على توظيف أجانب بعقد يمتد لأكثر من 30 سنة؟ شلون نقتنع احنا؟ يعني ذلين شلون ملائكة يعني اللي يعني 30 سنة عقد؟ هل في منطق في هذا الكلام؟ طبعا لم يرد الديوان. جهات عديدة في الدولة تطلب ميزانيات متضخمة تفوق حاجتها الفعلية من المصاريف والمشروعات، وذلك بحد ذاته يؤدي إلى عدم الاستغلال الأمثل للميزانيات مثل ما ذكرت. نقطة أخيرة على أساس أختم، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، هذا أيضا مثال بسيط لكن أيضا موجود في كل تقريبا في معظم الوزارات. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لديه ودائع مصروفات على فكرة ما تتجاوز 200,000، مصروفات المجلس ما تتجاوز 200,000، لكن لديه ودائع تبلغ أكثر من 8 مليون دينار. بحسب القانون هذه 8 مليون دينار يجب أن ترحل للحساب العمومي الذي يصب في خزينة الدولة، لكن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لا يرحلها لخزينة الدولة. طبعا هذا مثال بسيط من عدة أمثلة تتكرر في التقرير أن الأموال هذه اللي تعد بالملايين بعشرات الملايين لا ترحل. تذكروا جيدا انا قلت لكم ان التطوير كشركه واحده فقط لا تحول 56.4 مليون دينار الى حساب خزينه الدوله. تذكروا ايضا ان ممتلكات كشركه او كمظله كشركه قابضه تحت 84 شركه لا ترحل معظم شركاتها الرئيسيه ارباحها للدوله.
إلى خزينة الدولة. علينا أن نتصور حجم الهدر العام في المال العام في البلد، علينا أن نتصور كيف تضيع الأموال، علينا أن نتصور لماذا يتضخم الدين العام بسبب كل هذا الفساد المستشري في الدولة. نقطة أخيرة وأختم، مجلس المناقصات رفع عشر قضايا النيابة العامة، ومجلس النواب حاليا يعكف على قراءة التقرير من عدة قراءات من عدة جوانب. التقرير الآن مرصود لدى اللجنة المالية في مجلس النواب، وهناك توجه جار داخل مجلس النواب هذه المرة، أرجو أن يستمر من قبل الزملاء النواب. في أيضا هناك توجه داخل مجلس النواب لإحالة عدد كبير أيضا من القضايا التي نعتبرها جنائية للنيابة العامة فوق القضايا التي رفعها مجلس النواب إلى النيابة العامة، وسوف ننتظر لنرى نتائج التقرير في الفترة القادمة. وشكرا. ويظل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية يقرأ من عدة زوايا. حجم الهدر وكل هذه التجاوزات التي لا زال هناك إصرار مع الأسف الشديد على اعتبارها ملاحظات حتى الآن، يظل هذا التقرير موضع تحدي أمام النواب، تحدي كيفية التعاطي بالشكل الأمثل مع التقرير وما يلبي تطلعات المواطنين من النواب في التعامل مع هذا التقرير. هل سيمضي التقرير، هل سيمضي التحقيق أو مشروع لجنة التحقيق اللي وقع عليه 31 نائب، هل سيمضي في الطريق الصحيح والمطلوب والمنتظر؟ لأننا مع الأسف الشديد شهدنا انسحابات في مشاريع لجان التحقيق أخرى في دورات سابقة. أيضا أمام نتأمل في مدى جدية الحكومة في التغاضي في التعاطي مع التجاوزات الحالية والتجاوزات السابقة التي وردت في تقارير ديوان الرقابة المالية على مدى 15 سنة مضت. الناس تتساءل وماذا عن التقارير، إذا تتعاطون بشكل جدي مع هذه المخالفات والتجاوزات ونعتبر حتى ملاحظات، ماذا عن الملاحظات السابقة؟ يجب أن يتم التعاطي وبكل شفافية مع هذا الملف. على مدى 15 سنة كانت هناك تجاوزات، نريد أن نعرف ماذا شأن هذا الملف. أيضا هناك مخالفات سجلت على مجلس النواب نفسه، مجلس النواب مخالفات إدارية تم توظيفات خارج إطار العرف الإداري ولا خارج إطار المعمول بالضبط. كل هذه أمور يعني تجعلنا نتأمل الفترة الجاية هذه الأمور موضع تأمل، أم يعني هل تتحقق أمان الناس أم نعيد إنتاج الخيبة من جديد. الآن بترك الدكتور حسن العالي يتناول أيضا قراءة أخرى أو زاوية أخرى حوكمة جهود مكافحة الفساد، فليتفضل. السلام عليكم، مساء الخير جميعا. شكر جزيل لرفاقنا الأعزاء في المنبر التقدمي على هذه الدعوة الكريمة وعلى تنظيم هذه الندوة العامة، والشكر الجزيل أيضا للأخ العزيز أبو سلمان اللي عمل لنا فرشة على المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية. وبالفعل يعني أنا أعتقد أنه قراءة للمخالفات، عشر من المخالفات فقط اللي وجهت للنيابة العامة، أعتقد أنه المفروض المخالفات اللي توجه
للنيابة العامة هي أضعاف هذا العدد، وبقراءة بسيطة للتقرير يتضح يعني حجم الخروقات. الموضوع اللي أريد أتناول فيه من زاوية أنه لماذا استمرار هذا الهدر والفساد في الجهاز الحكومي. وأنا يعني في هذا اللقاء أريد أركز على موضوع الخلل الموجود في حوكمة الجهاز الحكومي. فما ما المقصود بالحوكمة؟ الحوكمة أو الحكم الرشيد يسمونه، أو الحكم الصالح، أو يعني له تسميات كثيرة يعني. حقيقة الحكم الرشيد أو الحكم الصالح أو الحكمة هي منظومة متكاملة، يعني يعرفها برنامج الأمم المتحدة للإنماء الحكم الصالح ثلاثة أبعاد متكاملة غير قابلة للتجزئة: البعد السياسي المتعلق بطبيعة السلطة السياسية وشرعية تمثيلها من خلال وجود مؤسسات برلمانية ديمقراطية، والبعد التقني المتعلق بطبيعة الجهاز الحكومي وكفاءته وفعاليته وخضوعه للمساءلة والشفافية، والبعد الاقتصادي والاجتماعي المتعلق بدور وفعالية الأحزاب والمجتمع المدني ومدى حيويتهم واستقلاليتهم وديمقراطيتهم. يعني هذه هي أبعاد متكاملة، وراح تتضح لنا بشكل أكثر هذه الأبعاد. ولكن نعيد تعريف الحوكمة بأنها تبدأ من القسم الصغير في الحكومة، يعني مسؤول أي قسم لا يتخذ أي إجراء في توظيف أو صرف أو أي له علاقة بمهامة إلا وفق سياسات مكتوبة يلتزم فيها. ثانياً أن يكون هذا القرار خاضع للتدقيق من جهة خارجية. ثالثاً أن هذا القرار يجب أن يكون يخضع لموافقة جهة أخرى غير هذا الشخص. رابعاً أن يكون هذا الشخص خاضع للمساءلة، وتتدرج إجراءات الحوكمة من مستوى القسم إلى مستوى الدائرة إلى مستوى الوزارة. على مستوى الوزارة، الوزارة ككل يجب أن تكون خاضع على الرقابة والإشراف الحكومي والبرلماني والقضائي، وبعدين أن تكون خاضع على المساءلة، وأن تكون تقاريرها شفافة، وأن تكون هناك في جهة مستقلة يشارك فيها المجتمع المدني الإشراف على هذه الأداء الحكومي ككل. راح تتضح بشكل أكثر القضايا اللي نقصد فيها في مجال الحوكمة. ولكن فيما يخص البحرين، حقيقة أطلقت الرؤية 2008، رؤية 2030، وورد في قسم الطموحات أن الدولة تسعى إلى تحقيق حوكمة فعالة ذات كفاءة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات، من ضمنها إيجاد نظام رقابي حكومي واضح وشفاف، وذلك أيضا من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات، منها محاربة الفساد والقضاء على المحسوبية. والملاحظ أن الواحد لو يرجع يقرأ الرؤية يشوف أنه الرؤية تحت هذا البند كمعيار لقياس أداء الحكومة يقول من المفيد أن نرجع إلى مؤشرات الحوكمة العالمية اللي يصدرها البنك الدولي على أساس نقيم مدى تحقق الحوكمة. وإحنا راح نرجع لقراءة هذه المؤشرات لاحقا، ولكن في البداية نريد نستعرض جهود الدولة في موضوع الحوكمة. بعد مرور 5 سنوات على إطلاق الرؤية، يعني في 2013، صدر عن سمو رئيس الوزراء القرار رقم 13 بشأن اعتماد دليل الحوكمة في المؤسسات الحكومية والبرنامج التنفيذي. كما صدر في 23 أبريل من نفس العام قرار من سمو رئيس الوزراء بشكل تشكيل اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية برئاسة سعادة وزير الدولة لشؤون المتابعة. ويتضمن الدليل، طبعا ما في مجال لاستعراضه، نطاق العمل والإطار العام للحوكمة وأهداف الحوكمة ومبادئ الحوكمة والآليات العامة ورصد الأداء ومفهوم الرقابة ومخرجات الحوكمة.
النقاط الرئيسية التي نسجلها على هذا الدليل، أولا نطاق الدليل نفسه يخضع فقط الوزارات الخاضعة إلى ديوان الخدمة المدنية، يعني في شركات كبيرة التي لا تخضع لديوان الرقابة المدنية مثل طيران الخليج، مثل الألبة، مثل ممتلكات، لا تخضع لهذا الدليل. اثنين، المبادئ الواردة في الحوكمة حقيقة في الدليل ممتازة، يعني ترتقي إلى مستويات تتماشى مع المستويات العالمية، من ناحية أن كل وزارة لازم يكون فيها جهاز قوي للتدقيق الداخلي، من ناحية أن كل وزارة يجب أن تشكل لجان إدارية يعني متخصصة، لجنة خاصة بالميزانية، لجنة خاصة بالصرف، لجنة خاصة بالمشتريات، لجنة. والقصد من تشكيل هذه اللجان لا يتفرد مسؤول باتخاذ قرار يعني خاص بالترقيات أو بالزيادات أو بالتوظيف إلا من خلال لجان محاكمة بشكل جيد. الخلل وين؟ الخلل إن إحنا من 2013 لحد الحين لم نقرأ أو نسمع أي وزارة أو حتى اللجنة المكلفة صدر التقرير تقيم أداء الحكومات فيما يخص تنفيذ هذه المبادئ. يعني الحوك هي الدليل اللي نص على الشفافية ونص على ضرورة إعداد تقارير، لم نسمع من 2013 لحد اليوم في العلن. يعني الدولة تعمل مؤتمر سنوي لحوكمة الإجراءات الحوكمة، ولكن المجتمع المدني وين النشر لما تم إنجازه في هذه القضايا وين؟ ما قرينا عنها أي شيء لحد اليوم. برنامج الحكومة 2015-2018 أيضا نص على قيام الحكومة بوضع خطة تنفيذية لتعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة، كذلك إرشاء مركز إقليم للحوكمة في مملكة البحرين، كذلك تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية. ورجعنا مرة ثانية أيضا لبرنامج الحكومة 2019-2022 طرح أيضا هدف تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية. أما برنامج التوازن المالي فقد نص على تعزيز الإنفاق الحكومي من خلال تعزيز الرقابة المالية والإدارية وحوكمة عمليات الصرف في الأجهزة الحكومية واستحداث آليات لمتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية، كذلك إنشاء وحدة الرقابة الداخلية المركزية بوزارة المالية. حالياً بعد مرور 11 عام على إطلاق الرؤية اللي نصت على ضرورة وجود حوكمة حقيقية في الحكومة، وبعد صدور 3 برامج للحكومة طالبت بتنفيذ هذا الشيء، احنا لحد اليوم قاعدين نشوف هذه المخالفات اللي تفضل بها الأخ العزيز أبو سلمان وتفشيها وتزايدها، يأشر لنا أنه أي من هذه الإجراءات اللي وردت في الرؤية أو حتى وردت في برامج الحكومة لم تنفذ. والسبب أنه حتى هذه البرامج هي بحد ذاتها بحاجة لحوكمة. يعني تذكروا إحنا لما جينا نناقش برامج الحكومة كررنا وقلنا أن هي أهداف عامة لا يوجد لها مقاييس كمية، لا يوجد لها جهة مسؤولة عن تنفيذها، لا توجد جهة تقيم مدى تنفيذها. بالضبط راح نظل بهالطريقة إذا ظلت الأهداف الواردة في برامج الحكومة يعني أهداف عامة مطاطة غير خاضعة على القياس وغير خاضعة على التنفيذ. الحين إحنا بنرجع إلى مبادئ الحوكمة العالمية اللي أوردها البنك الدولي سنويا، والبنك الدولي عنده قاعدة بيانات من 1996 إلى 2018 يقيس الحوكمة في الحكومات من خلال 6 مؤشرات رئيسية. المؤشر الأول هو المشاركة السياسية والمساءلة، يعني أن السلطة التنفيذية تخضع للمساءلة. المؤشر الثاني هو الاستقرار السياسي. المؤشر الثالث فعالية الحكومة. المؤشر الرابع جودة التنظيمات والتشريعات. المؤشر الخامس نفاذ القانون. والمؤشر الأخير هو السيطرة على الفساد. ويعمل هذه المؤشرات ل200 دولة، وطبعا تحت كل مؤشر من هذه المؤشرات مجموعة مؤشرات فرعية كثيرة أعتقد ما يفسح الوقت للدخول في تفاصيلها. ولكن بالنسبة للبحرين، بالنسبة للمؤشر الأول اللي هو المشاركة
في القرار السياسي والخضوع للمسائلة. طبعا بالنسبة لكل المؤشرات الحد الأقصى للدرجة 2.5 كحد أقصى، وكحد أدنى -2.5. يعني إذا نزلت المؤشر تحت الماينس يعني الوضع متردي، إذا صعد فوق الإيجاب وتراح لاثنين ونص يكون الوضع أفضل. بالنسبة للبحرين مؤشر المشاركة والمساءلة كان -7.9 1996، انخفض. يعني لما أقول انخفض حدة السلبية إلى 5.7 2002، يعني هذا يتزامن مع المشروع الإصلاحي، يعني حدة السلبية انخفضت شوية إلى 5.71. ولكن من 2005 لغاية 2018 من -0.79 صار 1.46، يعني حدة السلبية ازدادت ووصلت إلى أقصى حد من السلبية، هذا طبعا حسب البنك الدولي يعني. وطبعا ترتيب البحرين انخفض من 25 إلى 10 من مجموع 100، كان ترتيبه 25 انخفض إلى 10. هذا مؤشر المشاركة والمساءلة. بالنسبة لمؤشر الاستقرار السياسي كان بداية المؤشر قيمته -0.318 بالسالب، تحول إلى الإيجاب 2002 مثل ما قلنا لنفس السبب، صار بالإيجاب 0.483، لكن بعد 2006 ظل يتراجع، رجع للماينس وزاد على ما بدأ فيه، صار -0.840، وانخفض ترتيب البحرين في هذا المؤشر من 37 إلى 17. بالنسبة لفاعلية الحكومة التي تشمل الحوكمة والإنتاجية والشفافية والمساءلة، كان المؤشر إيجاب 1.777 لكن انخفض إلى 0.18، يعني انخفض حوالي أكثر من ثلثين، وانخفض ترتيب البحرين من 74 إلى 60. بالنسبة لمؤشر جودة القوانين كان المؤشر 0.79 96 لكن انخفض إلى 0.446 2018، وانخفض ترتيب البحرين من 74 إلى 68 2018. بالنسبة لنفاذ القانون كان بالسالب 0.0 لكن تحسن تدريجيا إلى 0.413، وهو هذا المؤشر الوحيد اللي تحسن. بالنسبة لمؤشر محاربة الفساد كان المؤشر بالإيجاب 0.329 ولكن انخفض، يعني تدهور إلى فقط 0.147 من 0.329 إلى 0.147، وترتيب البحرين تراجع من 64 إلى 56. فهذه المؤشرات اللي أورقها البنك الدولي حول الحوكمة في البحرين حقيقة، وهذه اللي دعت لها رؤية البحرين 2030 إلى اعتمادها، يعني يجب أن يتوقف قدامها السلطات التنفيذية والتشريعية والمجتمع المدني ويتساءل ليش تراجعت هذه المؤشرات بهذه الحدة اللي هي مؤشرات الحوكمة، معناتها في خلل في أماكن كثيرة مو مكان واحد. يعني مؤشر المساءلة والقرار السياسي تراجع، مؤشر الاستقرار السياسي تراجع، مؤشر محاربة الفساد تراجع، مؤشر القوانين تراجع. فأعتقد أنه يعني هذه مهمة المجتمع المدني والبرلمان والسلطة التنفيذية أن تتوقف وتقيم هذا الموضوع بشكل مكثف. في الأخير نختتم أنا مثل ما ذكرت أنه يعني مكافحة الفساد بحاجة إلى منظومة متكاملة، منظومة متكاملة يعني لا تقتصر فقط على جانب ضد جانب واحد. ويعني هناك كثير من الدراسات والتجارب بينت هذه المنظومة اللي هي تعتمد على مبادئ الحوكمة، منظومة مكافحة الفساد تعتمد على منظومة الحوكمة. المنظومة هذه ممكن تتكون من 5 مجاميع رئيسية. المجموعة الأولى اللي هي ضوابط مؤسسية على السلطة وتشمل تحتها إرادة ورغبة سياسية لمكافحة الفساد، سلطة قضائية مستقلة وفاعلة، دور البرلمان التشريعي ورقابي فاعل، استقلال النيابة العامة، المساواة أمام القانون، هذه المجموعة الأولى.
المجموعة الثانية القطاع الحكومي، الكفاءة كأساس للتوظيف والترقية والمكافآت، شفافية وحوكمة إدارة الموازنة على مستوى الحكومات والوزارات، نظام فاعل للمساءلة، نظام وأجهزة الرقابة الداخلية، تشريعات قوية ومتكاملة لمكافحة الفساد، تطوير وتفعيل ديوان الرقابة المالية، وجود هيئة مدنية حكومية لمكافحة الفساد، تقارير تقدم للجمهور والمجتمع المدني لتقييمها، تشديد العقوبات على كافة أشكال الفساد، وإصلاح قطاع الخدمات وخاصة الصحة والتعليم والإسكان. المجموعة الثالثة القطاع الخاص، إصلاح السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، تشجيع التنافسية ورفض الاحتكارات، حماية وتشجيع رأس المال الوطني، التنمية البشرية، الأيدي العامة الوطنية، شفافية إدارة شؤون الشركات، تشجيع ودعم دور النقابات النقابية والقطاعية. المجموعة الرابعة المساءلة السياسية، أحزاب سياسية فاعلة دون قيود على حرية عملها، حرية العمل السياسي وحرية الرأي والرأي الآخر، قنوات سياسية للتعبير عن المواقف بحرية. والمجموعة الأخيرة من هذه المنظومة هي المجتمع المدني، حق الوصول إلى المعلومة، جلسات علنية لمشاريع القوانين، دور فاعل وحر ونشط للإعلام، مؤسسات المجتمع المدني الداعمة لمكافحة الفساد، وأيضا المجتمع المدني يشارك في مكافحة الفساد. ليس هذا هو فقط المطلوب، المطلوب أنا لما أقول ضوابط مؤسسية للسلطة وأقول تحت تورد خمس نقاط أو ست نقاط، إرادة ورغبة سياسية لمكافحة الفساد، حوكمة هذا البند فقط من المجموعة، تحت كل هذا البند يوضع مجموعة أهداف وغايات. يعني الحين أنا على سبيل المثال باخذ من ال شو اسمه مال مكافحة الفساد بتونس ولا نتونس، طبعا اكيد فيها فساد بس على الاقل ناخذه كنموذج. ليس سيف، يعني مثلا المهمة الأولى تحرير الإرادة السياسية للسلطة العمومية لإطفاء دينامية التغير، يعني هي نفسها وجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد. تحت هذا البند يوضع مجموعة من المبادرات، الحرص على نجاحة التبعات التأديبية والقضائية، اعتماد نموذج النزاهة، مؤسسات عالية للإشراف، توضع مجموعة مبادرات. تحت كل هالمبادرة من المبادرات توضع تدابير، ما هي المطلوب اتخاذها للتدابير. يعني مثلا هذا الغاية الأولى، هذه مجموعة التدابير، هذا المخاطر المتوقع مواجهتها عند تنفيذ التدابير، تباطؤ في الإجراءات الحكومية في المقاضاة، هذه الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا التدبير، هذا المؤشر اللي راح نحصله لما ينفذ التدبير، وهذه المدة الزمنية لتنفيذ هذا التدبير. يعني بهالطريقة يصير حوكمة كل هدف من أهداف يعني مكافحة الفساد، ليس فقط نطلق عناوين عامة نحن سوف نوضع، عندما نضع الحوكمة تحت كل بند من هذه البنود يجب أن تكون هناك مجموعة غايات، تحت الغايات مجموعة تدابير، تحت كل تدبير ما هي الجهة المنفذة، ما هو المقياس، متى راح ينفذ، كوه التقييم، وتنشر كل هذه التقارير للعلن لتقييمها. هذا المقصود في الحقيقة في حوكمة، ويمكن أيضا من خلال نقاشات يعني يكون في مزيد من التوضيحات، وفي اللقاءات الثانية إن شاء الله ممكن نركز على نقاط أكثر. وشكرا جزيلا. شكرا دكتور حسن. فعلا الحاجة إلى منظومة متكاملة للسلطة، نحن بحاجة إليها وإلى أمور كثيرة، ومن ضمنها على سبيل المثال لجنة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد، وهذا المشروع كان مطروح في سنة من سنوات أمام مجلس النواب، ولكن
في دورات في فصول تشريعية سابقة، ولكن ما يؤسف له لم تتم الموافقة عليه. تفعيل آليات المحاسبة والحساب وأمور كثيرة مطلوبة، ولكن المطلوب قبل كل شيء هو الإرادة السياسية. متى نحن جاتون؟ متى ما توفرت الإرادة السياسية تكون كل الأمور ميسرة. أفتح باب النقاش، اسمحوا لي قبل أن أفتح باب النقاش أن أستذكر بس نشاط مماثل أيضا جمعية الشفافية، حلقة حوارية حول أيضا تقرير ديوان الرقابة المالية مساء بعد غد يوم الثلاثاء بمشاركة عبد النبي نائب عبد النبي سلمان نائب الأول رئيس مجلس النواب وعضو كتلة التقدم، والدكتور حسن العالي والدكتور جعفر الصايغ والدكتور محمد الكويتي في فندق غولدن توليب في غولدن توليب. والآن أفتح باب نقاش. كل واحد من اسمه الله يخليه عبد الله. اتفضل يا عبد الله، اول واحد رفع يديك تفضل. السلام عليكم، مساء الخير. سامحونا شوي بناخذ جزء من وقتكم، بس انا عندي مداخله اكثر من يعني تساؤل ان شاء الله. يعني ما اعرف شلون ابتديها، ولكن في السابق يمكن احنا كنا نتكلم عن ديوان الرقابه الماليه والاداريه من امن عضوبه اساء الادب، ولكن للاسف في الزمن اللي احنا فيه احنا نقول ان لم تستحفظ عن ما شئت. فاحنا اليوم نشوف هذه الظاهره الماديه تتكرر واصبحت ظاهره ماديه تاريخيه. اليوم الفساد ينخر في البلد، اليوم من يعني يطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد يعتبر يعني مهمش. فاحنا يعني انا من بين السطور اللي قرأتها من تقرير ديوان الرقابة لاحظت ان احنا في زمن الإقطاعية، انت تفرض عليه من جانب ضرائب ورسوم، في الطرف الاخر هناك فساد يعني يدمر البلد. فتغريب ديوان الرقابة من خلال تعاملي معاه أيضا، يعني ما أتكلم إلا من واقع خبرة يعني وتعامل، فشفت الكثير. يعني اليوم إحنا نتكلم يعني عن تغرير الجهات الحكومية تنظر له كتقييم أداء وليس تقرير للمساءلة والمحاسبة، وهذا شيء جدا خطير. يعني اليوم إحنا نتكلم عن تغرير المدققين الذين يشرفون عليه كلهم منحوا صفة مأموريات الضبط القضائي وإمكانهم تحويل أي قضية مباشرة إلى النيابة العامة، ولكن للأسف الشديد أن دي دورهم المكلفين فيه يقتصر فقط على أعداد التقرير وإلى آخره. فمن ضمن هذه يعني الملاحظات اللي وردت في هذه في هذا التقرير، يعني يمكن أي شخص موجود في هذه القاعة يمكن يسأل الوزير إذا لأنها واضحة وعلنية ما تحتاج حتى تحقيق فيها، هذه إدانة أساسا، فإحنا ليش نلجأ للجنة والتحقيق؟ كذلك أريد الإشارة إلى 26 ملاحظة التي سيتم التحقق منها بإنشاء لجان تحقيق داخلية في الحكومة. هذه اللجان هي الأساس وليست العشر قضايا. العشر قضايا هذه خلاص محسوم عمرها، تروح النيابة فيها درجات من التغاضي، ولكن 26 هذه يفترض أن يتم الترقيق عليها وبشكل رئيسي السلطة التشريعية، بما أن ديوان رقابة بحسب المادة 116 من الدستور تقول أن ديوان رقابة يعاون الحكومة ومجلس النواب، فهذه يفترض أن يكون في استجواب مباشر، لأن تقرير ديوان رقابة خاطئ دقق على الجهة وعد التقرير للجهة والجهة ردت على ديوان رقابة، بالتالي عقب الديوان، فخلاص هذه إجراء حتمي ونهائي يفترض يتم اتخاذ إجراء مباشر فيه، يا ما يحال إلى القضاء أو أنه يعني الموضوع يعني يصحح مباشرة. فاليوم أطرحها يا جماعة الخير، سامحوني أخذ الجزء من وقتكم، ولكن هذا من واقع تجربة يعني، وأنا تعاملت يعني شفت الجهات الحكومية تعامل معاملات ورقية، يعني ديوان رقابة 90 يوم يشرف في مهمة الرقابية
حكومة طرش لها رسائل، طرش لها غوائم وترد عليه بالإيميل وانتهى الموضوع، فبالتالي يصدر التغيير. ولكن الأمر الحقيقي اللي نبي نركز عليه وإحنا كجيل يعني نتساءل شنو بيكون مستقبلنا، إحنا يعني مقبلين على أزمات اقتصادية والإهدار المالي الضخم بيتم سنة عن سنة بنفس الوزراء وبنفس الأطراف، ولكن تجدهم موجودين في نفس المواقع، وهذا الشيء طبعا يسيء لنا جميعا. فسامحوني طولت عليكم التساؤل، بس بغيت أذكر الدكتور حسن العالي بخصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فيها بند لم يطبق، وهذه بعد يقع على السلطة التشريعية اللي هي تشريع قانون ينص على حماية المبلغين عن الفساد، لأن في ضحايا كثير للإبلاغ عن الفساد، في ضحايا كثير كثير من ضمنهم يعني مستويات عليا وفي موظفين صغار أيضا. فهذه بغيت بس أنا أوضح عليكم. شكرا. بس رئيسي تفضل سيد. شكرا. أنا لما أقول يجب الحكومة أن تعي، إذا شفت في جارك احسب في ديارك. إلى متى هذا الشعب يعني بيصمت يعني على المآسي هذه اللي تصير يعني؟ والنواب هم المعنيين للدفاع عن الشعب، هم نواب شعب، هم المعنيين عن الدفاع عن الشعب. صارت القضية كانت قضية حسين، يعني تقرير المالي كل سنة ونسمع عنه، كل سنة نسمع عنه. ذهول هم المخالفين، هل قدموا حسن إلى المحاكمة؟ هذا شلون يعني؟ يعني إذا في ناس فاشلين، أما إذا واحد بق راس بصل يحاكمونه، وإذا واحد بق مليار يقولوا زين سويت، هاي مشكلة بعد يعني. يعني إن الشعب البحريني عنده غصة، عنده غصة، ممكن ما يقدر يتكلم الحين، ممكن ما يقدر يتكلم بعدين، لكن يوصل مرحلة ينفجر مرة واحدة، انفجار يصير قوي يعني. شكرا. مساء الخير جميعا، أشكركم سعادة النائب الأول في هذا الموضوع وسعادة الدكتور أبو شيماء، الموضوع الهام جدا. أنا لاحظت أن في التناقض ما بين الاقتراض وفائض المالي لدى الوزارات، يعني لماذا تقترض هذه الأموال الطائلة وفي هدر، وبينما لديها أموال لا يعني تستخدمها كما تفضلتم في مشاريع مائية، في سد الدين مثلا، مو لازم أن يكون في يعني في سبب يسبب لجعل الدين العام متواجد. وأيضا هناك من ضمن الذي ذكر في تجاوزات أيضا قبول الكسالة في جامعة البحرين على الشطة، وتجاوزات حضور المسؤولين بطيران الخليج المؤتمرات وتقاضي 500 دينار في هذا الموضوع، هذا في هذا التجاوزات. وأيضا بلدية أو هيئة البلدية لديها تجاوزات في عدم اللي هو 6 ملايين لم يعني ترحل إلى ميزانية الدولة. أنا عندي سؤال بالنسبة للموضوع، إلى متى سوف تستمر هذه التقارير؟ كل سنة سوف تظهر بهذه التقارير كما تفضلتم، ولا يوجد شيء جديد في هذا الموضوع. حتى نقضي على الفساد يجب كما تفضلت يعني يكون في يعني العملية الجدية الصراحة، يعني الأخذ بعين الاعتبار. وأيضا بالنسبة عن حوكمة، أنا رأيت أن مؤشر أكيد طبعا هناك في خلل في تراجع الحوكمة بسبب هذا وجود فساد. وشكرا جزيلا. السلام عليكم. علي الفضلي، اشكر المحاضرين واشكر المنبر التقدمي على اتاحه هذه الفرصه للالتقاء بالنائب الاول سعاده الدكتور حسن، على اساس يوضح لنا كثير من النقاط في تقرير الرقابه الماليه.
ونشكر جلالة الملك على المشروع الإصلاحي اللي وفر لنا ديوان الرقابة المالية بكل شفافية، يقدم لنا النقصات والأخطاء اللي موجودة في الوزارات. هي ملاحظة وليست سؤال. نحن بحاجة كما أردد دائما إلى مجلس أعلى للتخطيط. متى ما كان هناك تخطيط للمشاريع وللوزارات والاحتياجاتها، ذيك الساعة بنقدر نحط الميزانيات التقديرية الصحيحة وراح نصرفها. لكن أنت الحين تعطي، قل لي أنت أي وزارة من الوزارات عندها قسم للبحث والتطوير ولوضع الخطط؟ ما في. فالوزارة تطلب ميزانية والنواب عليهم عتب في إقرار الموازنة، المفروض أنكم تضغطون على الحكومة شوي، تعال يا وزارة أنت عندك في التقرير السابق هالكثر مبلغ ما استخدمتيه، الحين احنا بنقلل عليك ولا ما بنوافق؟ هاي بالبلدي على ما يقولون المصريين. المفروض تمارسون ضغط أكثر. إذا كانت الأدوات الرقابية عندكم لا تكفي، فعندكم عناصر أقوى منها، ألا وهي الموافقات على الموازنات التي تقدم لكم سنة بعد سنة ولا كل سنتين. هذه نقطة. النقطة الثانية، إذا كانت هناك إرادة سياسية وما تفضلت به أستاذي الكريم كفة ووفة في أن توجد هناك وزارة للتخطيط، ما عندنا احنا عايشين قبل 50 و70 سنة في السابق كل وزارة تفضلي بيزات، كأنك تعطي ولدك فلوس وتقول تفضل روح تصرف بنفسك. هذه ما ينفع الحين، احنا في زمن غير هذاك الزمن، محتاج الى وزارة تحدد لنا كل وزارة محتاجة ايش، مجلس تخطيط اعلى، كل وزارة احنا محتاجين كذا ومحتاجين كذا. فبالتالي ما راح تنشأ لك هذه المشاكل اللي هي في تقرير الديوان الرقابة المالية، واللي حاط في باله أن احنا في كوكب المريخ وإحنا دولة متكاملة، ما راح تطلع عندنا أخطاء. لا عزيزي، بتطلع عندنا أخطاء. ويا دكتور حسن، إذا كان ترتيبنا 60 ولا 70 بوسط 200 دولة، فهناك الأسوأ منا، وسنجد أيضا هناك أخطاء. والبنك الدولي ما حد يعول عليه وايد، يعني إذا كانت الحكومة تعول عليه ترى الشعب ما يعول عليه وعلى نتائجه. شاكر لكم، عشان بس ما أبي أطول. دكتور حسن ذكر بالنسبة للحكومة الإرادة السياسية والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني. يعني خلنا نأخذ نقطة نقطة. الحكومة حال النظام الحين قاعد يطرح إنه هو تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية كخطوة أولية. البرلمان قاعد يناقش أي كان أداه، ما يهمنا. يعني أنا اللي يهمني حين الطرف الثالث، يعني مؤسسات المجتمع المدني، يعني كثيرة، مو بس إحنا عندنا البرلمان، عندنا اتحادات رقابات العمال، عندنا غرفة التجارة والصناعة، التجار هذه الطبقة اللي لها ثقل. يعني شنو دورها أو شنو موقفها في مكافحة أو في مناقشة تقرير الرقابة المالية؟ أبد زيرو. لما ليش؟ لأن في لينك في موضوع اللي احنا قاعدين نناقش فيه. يعني الصور من الظلم، يعني ان احنا نلقي ان القضاء على الفساد مسؤولية جهة واحدة، مثلا النظام السياسي او البرلمان او مثلا لا، هو عمل متكامل. اللي قاعد يصير هنا في البحرين ما قاعد يصير عمل متكامل، كل واحد يلقي اللوم على جهة معينة، يلقي البرلمان القضاء على الفساد، انت يا ما ادري مين اقضى على الفساد. هو عمل جماعي. مع الاسف ان في مؤسسات المجتمع المدني غايبين. يعني يعني حلو ضعفنا تقريب الديوان. يعني شكرا. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. طبعا نشكر المنبر التقدمي، كمان نشكر سعادة النائب كنبي سلمان والدكتور حسن. طبعا انا لا عندي الكثير ان اضيف الى هالموضوع، الا ان ربما يعني خلني نقول السمر او يعني شنو احنا العنوان في الاخير ينتهي بكلمه ماذا بعد. فانا بعرف هذا ماذا بعد شلون بتكون على ارض الواقع. يعني التعامل مع الحل هو الأجدى طبعا، هو الأحسن.
إن لازم إحنا نعرف إذا ما هو الحل والمخالفات هذه أو مثل ما يسمونها الملاحظات، يعني كيف تعدل، شلون يصير؟ مثلا في 117 تقرير سابق لم ينفذ مثل ما ذكر الأستاذ عبد النبي. إنزين إذا ما الجدوى يعني من هذه التقارير؟ إذا هي تقارير تكتب وناس تتعب وفي الأخير لا تنفذ. الإيرادات النفطية طبعا مثل ما ذكرنا 82 ما زالت، بمعنى أن التنويع في مداخل الزاوية إلا ما يهم الاقتصاد، هاي ما زال أن التنويع ما صار دخل ما صار على شغل عدل. لكن بعد حن خلنا نقول شنو يعني الشيء الأصلح اللي نشوف. الإيرادات الغير مرحلة، غير مرحلة لخزينة الدولة، أين تذهب؟ وين مكان؟ يعني كانت ما تدخل في هذه، إذا وين مكان مجهول في حساب سستنسك هاك بدي مزود بالمحاسبة بعض الحسابات السستنس اللي ما تعرف توين توديه، بعدين نشوف لك حلة. لكن احنا مو عارف السستنسك كمان شلون عدالة. بالنسبة حق الحوكمة أنا على ما أعتقد ربما أكون خاطئ، هو في 7 مخالفات من التقرير السابق اللي أحيل للنيابة. إيش صار عنه؟ شنو النتائج أصلاً عليه؟ عشان أنا أتحكي عن شنو بيصير مصير المخالفات هذه اللي في التقرير الحالي. معاشرة الحوكمة طبعاً بالنسبة للبنك الدولي مثل ما ذكرها الدكتور حسن فيه تراجعات كثيرة مثل ما ذكر. هذه ألا ترون أن هذا معناته الأكثر منه زاد من عقب عند البرلمان وكذا وإلى آخره؟ يعني هل المشروع الإصلاحي لم يأتي بنتائج إيجابية؟ هذا اللي نقدر نستشف من هذا الموضوع، أو أنه المشروع يعني فقد الآليات التي تحدث التغيير، فأين تكمن الأسباب أين تكمن؟ وشكرا. مساء الخير. مساء الخير وشكرا الى ابو شيماء وابو سلمان على ما قدمه، وشكرا للمنبر على تقدمي لهذه يعني الندوه. طبعا هو موضوع كبير جدا، واول شيء اود ان اشير بانه مثل هذا التقرير يجب ان يكون متاح حتى للمواطن العادي، لكنه غير متاح. هو في نسخ محدوده توزع على ناس محدوده، وسابقا بعد كان الوسط يعني شويه تنشر ملحق فعلا، الان حتى الصحف اللي تنشر بانتقاد. انا سؤالي في نقطتين اود ان اطرحها. يعني فعلا هناك يجب تكون هناك ضمانات للاحزاب، للتنظيمات السياسيه، للمجتمع المدني، للمواطن اللي يعني يطلع على هذا الشيء. المشكله انه الاليات مثلا البحرين انضمت طبعا عضو في العهد او الاتفاقيه الدوليه لمكافحه الفساد، اعتقد اذا مو غلطان يمكن 2010 دخلت، ولكن الاليات التي تنص عليها هذه الاتفاقيه لم تنفذ. يعني تنص الاتفاقيه على وجود هيئه، ضروره وجود هيئه مستقله لمكافحه الفساد، هذه لم تنفذ. الاتفاقيه تنص على ما يسمى حمايه الشهود، هذه ايضا لم تنفذ. حمايه الشهود في قضايا الفساد، الابلاغ المبلغين عن الفساد. هناك يجب ان يكون هناك قانون واضح مكافحة الفساد وتوصيف الجرائم الاقتصادية والمالية إلى آخر ذلك. هناك في فقط تعديل في قانون العقوبات فيما يتعلق بالرشوة وليس استخدام. إذا زائد طبعا آليات أخرى، الحوكمة أيضا لها أيضا مثلا إضافة للبنك الدولي، هناك في اتفاقية بازل حول قضايا مكافحة الفساد والعمليات البنكية. فإذا زائد الجو العام، يعني يجب أن ندرك بأنه إذا ما يكون هناك اطمئنان بأن المكافحين الفساد سيكافئون وليس يعاقبون، وأن محاسبة الفساد سيترتب عليها معاقبة الفاسدين وتغييرات إلى آخر ذلك، فطبعا هذا يخلق جو من الإحباط. أنا عندي سؤال، ها
هذه المخالفات تتعلق فيها في سؤال الدولية، هل توصيف المخالفات صحيح؟ والله نقول إن لا، هذه في قضية فساد، لأن إذا كان هناك في شيء يترتب عليه مكاسب للموظف عمومي فهذا ليس مخالفة، يتحول المكسب يعني التربح من المنصب سواء بطريقة إدارية أو طريقة مالية يسمى يشخص بفساد، ويجب أن يقال أنه فساد، والفساد يحل فاسدين يبعث. هذا يعني توصيف بالنسبة للتوصيف. بالنسبة إلى السؤال الثاني، هل الذي ذكر هي المخالفات الجسيمة أو المخالفات الأخف؟ يعني فيما يتعلق بالمال العام، التعيينات، لأن نحن نسمع مثلا عن قضية مجلس النواب، طيب مجلس النواب لنقول معين 20 موظف، طيب ما في مئات المناصب الوظائف تعرض في الخارج ولا تعرض حتى في الداخل ولا تخضع لي يعني اختبار الكفاءة أو الأهلية إلى آخر ذلك. هذا هو يمكن بعض الأسئلة، ويعني قضية ترمي مثل ما تقول حجر المياه الراكدة أفضل من أن لا ترمي. شكرا سيد الرئيس. انا بحكي عندي سؤال لك استاذ عبد النبي سلمان، ماذا لو امتنعت السلطه التشريعيه عن مناقشه هذا التقرير؟ شو انعكاساته؟ ما هي انعكاساته يعني انعكاسات الدستوريه شيء شنو يعني؟ امتنع مثلا، هذا رقم واحد. رقم اثنين سعادة الدكتور حسن، بالنسبة للحوكمة تحتاج إلى ورشة عمل، ورشة عمل عشان ثقفنا نكون واعيين، يعني لأن في نقاط كثيرة كابتن، يا ريت يعني جمعية المنبر أو جمعية تتعاون مع يعني إعداد ورشة عمل في هذا الموضوع وذاك الأخير. رقم اثنين سعادة الدكتور حسن، مع هذا التقرير اللي موجود يعني الآن الشفافية بالنسبة للدولة هل ارتفعت؟ والله كيف التقرير يعني سبحان الله قاعد يفصل لسلطة تنفيذية شنو تجاوزاتها، فهل هذا يعني رفع من مستوى الشفافية عندنا، رفع السقف عندنا؟ إذا كان في تجاوزات الآن موجودة عند السلطة التشريعية، يعني الأستاذ عبد النبي سلمان شنو ردت فعلك أنت الموضوع؟ يعني تشريعية وعندكم تجاوزات بعد؟ مشكلة. أنا حقيقة عندي اقتراح لإدارة جمعيتكم، ما ورد على لسان الأستاذ عبد النبي في نقاط فنية يحتاج لها إلى لجنة عالية المستوى لدراسة هذا التقرير، مثل ما قال الأستاذ عبد النبي، يعني عبد النبي العكري وضع النقاط، لأن في توصيف لبعض المخالفات هل هي فعلا جسيمة شنو كيف يعني. رجاء إدارة الجمعية يجب أن تساهم في هذا الموضوع، أنتم جمعية سياسية، تشكيل لجنة رفيعة المستوى من كل النواحي لمساعدة الأعضاء اللي موجودين في يعني أعضاءهم اللي موجودين في مجلس النواب. هذا الوز مشكلة، يعني بحيث أن تخلون النواب يتحدثون بطريقة وما عندهم قاعدة يستندون عليها. يعني الآن ذكر أستاذ عبد النبي ومن الأشياء اللي ذكرها يعني حقيقة ذكر أن 94% من يعني من الدين العام في الناتج المحلي في الناتج الإجمالي، ما ذكر هل المحلي ولا القومي، مثلا في أشياء فنية يفترض أن مثلا 94% من الناتج العام يساوي 94% من الناتج الإجمالي، هو قفل هل هو المحلي ولا القومي، لأن في تأثير إن كان قومي وإن كان محلي.
ذكر على أساس أن بعض الوزارات ما صرفت حقيقة الميزانيات. إذا عندك برنامج حكومة 4 سنوات هذا جزء ما يستقل من خلال السنوات اللي جاية. جزاكم الله خير وشكرا. مساء الخير. بالنسبة لملف الأراضي، يعني هل سقط سهوا في هذا التقرير والأشياء؟ أتكلم بالنسبة للأراضي المدفونة والأراضي البرية، يعني هل في دراسة أو ذكر لها في التقرير عن حجم الأراضي اللي تروح إلى المشاريع الإسكانية والمدارس والمستشفيات، وحجم الأراضي اللي توزع لمن لا يستحق؟ طبعاً لا يستحق معرفتنا وزارة الإسكان أي مواطن يملك بيت سكن ما يستحق، يعني ببساطة هذا من لا يستحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أولاً أشكر المنبر التقدمي على هذه الندوة الرائعة الحقيقة اللي نورتنا، وأشكر أستاذ النائب عبد النبي سلمان أبو سلمان، أشكرك كل الشكر من القلب إلى القلب، والدكتور حسن العالي والأستاذ خليل يوسف على إدارة الندوة. حقيقة الموضوع مؤلم، مؤلم جدا، والأرقام والإحصائيات اللي ذكرها الأستاذ عبد النبي بحاجة إلى أن توقف كل مواطن، يعني أن يفكر، أن يفكر حقيقة في مصيره ومصير أبنائه مستقبله. الأستاذ عبد النبي شخص لنا الحالة المرض كله، والدكتور أعطانا العلاج وأعطانا وسيلة كيف نعالج الخلل. طيب لما لا نعالج؟ لما لا نعالج؟ سؤال أطرحه على سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن سلمان الخليفة حفظه الله وأيده ونصره. حمد بن عيسى، حسنت سيدي، أسألك من قلبي، من قلب مواطن غيور على وطنه وعلى قيادته، التقرير المالي والإدارة ألم يقرأه؟ ألم يقرأ التقرير الذي سمعناه ورأيناه في وسائل الإعلام، وهذا الجراح اللي تنزف في المواطن لم يقرأه؟ لما لا يتخذ قرارا؟ لما لا يتخذ قرارا وهو سيد القرار ويرحمنا من هالألم، هالخوف اللي نعيشه وهالقلق؟ هذا جانب. الجانب الثاني، أنا لا أعتقد وأجزم ومتأكد تماما أن قيادتنا في البلاد في مملكة البحرين ذكاء خارق وفطري، تمتلك ذكاء خارق وفطري، إذ استطاعت أن تمرر فسادها من 15 سنة إلى اليوم دون أن يراقبها أو يحاسبها أحد. كل ما نقول حسبي الله ونعم الوكيل. لحساب من؟ وعلى حساب من؟ على حساب وطن ومواطن؟ وقيادتنا في تصرح في كل يوم في وسائل الإعلام وفي المحافل نراهن على المواطن. أي مواطن تراهن عليه؟ العاجز الذي أذله شظف العيش وقلة الحيلة؟ ذكية جدا لأنها أعطت مجلس نواب وطني بمجلسين الشورى والنواب، واختارت الكادر، يعذرني أستاذ عبد النبي لأن أنت مرفوع عنك القلم، لأن أنت الوحيد في هذا المجلس الذي تتكلم كلمة الحق وتدافع عنها. اعترض في غيرك. اعترض بعدين وياك على المجلس هذا، بس أنا أقول كلمة الحق. عرفت؟
احنا بحاجة اليوم مجلس نواب موجود قاعد يناقش اين مشروعك الذي يحج السلطة التنفيذية ويقول لها هذا مشروعي بكل معطياته وبكل خططه التنفيذية والزمنية وأفرض نفسي عليه دون أن أذهب إلى الإنشائيات. القيادة ذكية لأنها وضعت لنا مساحة كبيرة كي تكتشفنا وتكتشف قدراتنا وقوتنا وكفاءاتنا. توجد كفاءات لكن ما عندها حيلة، ما تملك الحيلة. أتفق مع أستاذ خليل حينما قلت نحن بحاجة إلى إرادة قوية، نحن بحاجة إلى مشروع قوي، كفاءة، قدرة، ليس بالإنشائيات. إخواني يجب أن نتجاوز موضوع الإنشائيات طالما أننا نعرف المرض ونعرف العلة ونعرف من هو متسبب في هذه العلة ومن يفسد في البلاد. علينا أن نقول لك قف مكانك ها ودعنا نعمل نبني هذا الوطن مع سيدنا ومولانا صاحب الجلالة. أشكركم أيها الأحبة وأشكر المنبر التقدم على إتاحة الفرصة لي أن أتكلم وأتنفس بهذه الكلمات أمام هذا الحشد الطيب. وشكرا لكم، سامحوني إذا أنا يعني تكلمت كلام ممكن غير المألوف، وشكرا لكم. تعقيبين ما رفعت يدك، تفضلي. اسف على صوت نسائي. هيا مريم. السلام عليكم، شكرا للمنبر التقدمي ولكل المتداخلين وللدكتور حسن وسعادة النائب. يعني أنا أعتقد يعني هذه طبعاً الكلام يتكرر، العرض والمناقشة تتكرر سنوياً ونقعد في مثل هالموقف سنوياً ونسمع أمور يعني كثير الأسى عندي، يعني كل مواطن متابع، لأن أغلب المواطنين في يعني في البلد غير متابعين وغير مدركين للتبعات، وكأنه يعني لسان الحال يقول احنا قولوا اللي تبون واحنا بنسوي اللي نبي. يعني هذا اللي صاير كل سنة، يعرض التقرير بما فيه من تجاوزات ومخالفات ويعني صورة سوداء صراحة، لكن يمضي وهي التقرير اللي عقبه وتثار نفس الملاحظات. لما يعني مثلا على الحين حاليا سعادة النائب الأول قال أن 94% من إجمالي الناتج الوطني هو يروح حق الدين العام، يعني هذه صورة سوداء. كم يبقى من الناتج؟ 6%. هل نحن على شفير الإفلاس؟ هل نحن أفلسنا بالفعل؟ يعني هل يعني الدولة الحكومة أفلست؟ يعني احنا مو عارفين، يعني احنا مو اقتصاديين، بس نسمع امور كذي صراحه نخاف. يعني نقول عيالنا عندهم حق، لان عيالنا وايد من عيالنا يقولون هذه البلد ما فيها مستقبل، احنا نفكر نهاجر، نفكر نشتغل برا، وبالفعل في كثير من الشباب يروحون. فيعني هذه يعني هذه كلها يعني نبي نعرفه، يعني ومن المسؤول عن اصلاح الخلل. 15 سنه تقارير تطلع ونفس الملاحظات تنقال ونفس التوصيف ونفس المحللين الاقتصاديين يفصفصون الموضوع ويقولون شو اسمه، لكن ما هو الإجراء اللي صار؟ ولا شفنا ولا إجراء. هل بيكون مصيرنا مصير هذه البلدان اللي انفجروا فيهم الناس وقالوا إن رحلوا كلكم؟ تالي يعني هل بيكون نفس المصير؟ احنا ما نعرف، يعني لأن ما جاء في التقرير يؤدي إلى هذه النتيجة. فهل احنا نسير حق هذه النتيجة؟ الحين من هو المسؤول؟ من هو المسؤول انه ياخذ خطوات؟ هل هو مجلس النواب ممثل الشعب انه هو ياخذ هذه؟ هل النواب كلهم مدركين حق فدفعه ما يطرح التقرير؟ كيف نحن في الدورات السابقة نفس الامور تنقال
وما النواب يمكن يهتز له هزتين ثلاث هزات موسمية مثل ما هذه يعني الندوات تكون موسمية بيصدر التقرير وتنتهي إلى لا شيء. شكرا. بترك المجال للنائب الأول رئيس مجلس النواب وبعدين للدكتور حسن في تعقيبات سريعة. شكرا للإخوان المتداخلين وأصحاب الأسئلة. أعتقد أن بالفعل هذا الحوار يعني إيجابي وبالفعل مثل ما ذكرت أختي مريم يعني يتكرر عاما بعد عام وذكرت في بداية الكلام. يعني في مؤشرات الواحد لازم يتكلم عنها يعني طبعا ما نقدر نستعرض كل شيء. مثلا أحد الإخوان سأل عن أن بس 175 توصية الأستاذ أحمد عبد الملك نفذت أعتقد. يعني هناك ايضا التقرير يذكر على اساس ايضا يكون بعد منصفين مع التقرير ان 136 توصيه نفذت وان 77 قيد التنفيذ و175 مثل ما ذكرت لم تنفذ اساس ايضا نكون منصفين مع التقرير. انا اتفق مع الكل اللي طرح صراحه من مداخلات. بالفعل الوضع مخيف. الوضع يجب ان لا يكون مجرد موسمي تعاطي مع هذا الملف أو بالأحرى مع عملة في الفساد في البلد والأموال العامة في البلد. إحنا نحتاج إلى أكثر من يعني أن نلقي فقط اللوم أو نستسهل إلقاء اللوم على جهة دون أخرى. يعني أنا لا أدافع عن مجلس النواب لكن أنا أيضا أقول أن مجلس النواب لوحده يعني يحتاج أيضا إلى دعم شعبي. مؤسسات المجتمع المدني ذكروا الإخوان دور مهم أن النائب يستشعر أن هناك مجتمع يسند هذا البرلمان بما معنى أن هناك قضايا تهم الناس ليس فقط هم النواب. أنا أعتقد أن النواب بالفعل ممثلين الشعب لكن أيضا نحن نحتاج إلى مؤسسات المجتمع المدني بصورة أكبر من أي وقت مضى. يعني أين هي اتحادات العمال عن قضايا العمال؟ أين هي المؤسسات الاقتصادية والمالية مثل ما ذكر بعض الأخوان غرفة تجارة صناعة البحرين؟ اليوم الشارع البحريني يضج بالشكوى التجار قبل العمال صراحة. هناك قضايا يعني اقتصادية يعني كبيرة جدا في البلد، وضع معيشي صعب. احنا تكلمنا في كل الجلسات اللي مضت في دور الانعقاد تقريبا وانتم تتابعون هذا الشيء عن ان الوضع اللي احنا نتخوف من حقيقة انه لا يجب ان نصل. انا شخصيا ذكرت هذا الكلام في الجلسة ما قبل الأخيرة، لا يجب ان ننتظر ليصل الوضع في البحرين لما وصل اليه الوضع في لبنان والعراق والسودان وتونس، لأن بالفعل احنا حريصين ايضا على بلدنا وعلى مصلحة بلدنا. اللي يحرك الاحداث اليوم في السودان وفي تونس والعراق ولبنان ايضا هو الوضع المعيشي والاقتصادي. اليوم الناس تتظاهر امام البنك المركزي في لبنان في بيروت، وايضا تتظاهر امام البنك المركزي ومؤسسة المالية في العراق وغيرها من الدول. وانا اعتقد هذا مؤشر واضح على نسبة مهمة للوعي الشعبي في هذه الدول. انا اعتقد شعبنا ليس بعيد عنه، بالفعل شعبنا واعي الى هذا الدور. لكن ايضا احنا نقول ايضا ان الاراده السياسيه يجب ان تكون بالفعل هي المعيار، لان مجلس النواب ربما يكون هناك بالفعل. انا يعني اكد على الكلام اللي ذكره بعض الاخوان ان بالفعل ترى مو عبد النبي سلمان موجود في البرلمان، هناك نواب مخلصين لا استطيع ان اذكر اسماء ويحملون الهم المجتمعي، وهذا عامل إيجابي. أنا أعتقد يمكن يجب أن نعطيه دفعة إحنا كمجتمع مدني كجمعيات سياسية كنقابات كغرف تجارة كمؤسسات مجتمع مدني أخرى كنخب في البلد. يجب أن تعطي هذه الأعداد ولو أنها محدودة داخل مجلس النواب، يجب أن تعطيها الزخم الكافي لتلعب دورها. أعتقد هناك على الأقل الآن من يريد أن يسمع بغض النظر من يريد أن يريد يفعل وما يفعل. أنا أعتقد هذه نتركها للأيام، لكن أنا أعتقد أن كل ما توافرت التجربة تقول أن كل ما توافر الدعم الشعبي والإسناد الحقيقي للبرلمان بأدوات، أنا أعتقد حتى الأدوات المنقوصة الحالية نستطيع أن نوظفها توظيف صحيح، شريطة أن يكون هناك عمل بالفعل جماعي. العمل الجماعي في هذه المسألة يجب أن لا يعني يركن إلى موسمية أو إلى يعني فقط وينتهي سرعان ما ينتهي. اليوم جيد ان في تطور لحد الان. اليوم على الاقل سمو ولي العهد يعلن ان هناك 10 احيلوا للنيابه العام، احنا نتمنى يكون اكثر. طبعا ليس كل المخالفات اللي تورد في التقرير تعطى صبغه جنائيه، انتم ايضا فيكم محامين وقانونيين تعرفون
لكن واحنا على فكرة نحن لا نريد أن نتبلى على أحد، لكن أيضا أنا ذكرت بعض الحقائق التي ترقى إلى الجناية عندما يتم تجاوز واحتيال وزراء على قانون، على القانون لتمرير أمور مغلوطة للناس، مثل ما ذكرت إذا تذكرون في مسألة إن جودة المدارس، وزارة التربية مثل ما ذكرت في المثال اللي ذكرته إن تركز على مدارس معينة لتعطي انطباع أن هذه المدارس نموذجية وتنسى كل مدارس البحرين، وتلتف على من؟ تلتف على هيئة تقرير جودة التعليم، وبالمثل ديوان الخدمة المدنية، بالمثل وزارة العمل اليوم تقدم أرقام مغلوطة عن نسبة البطالة. نحن نحتاج لكي نشخص واقعنا الاجتماعي والمعيشي والاقتصادي يجب أن نعترف بالمشاكل ونضعها أمامنا لتشخيصها. أما تسويق يعني الأفكار والنسب المغلوطة أنا أعتقد راح يزيد الأمر سوءا. هني تتدخل إرادة سياسية لوقف الأمور عند حدها. أنا أعتقد أن هناك ضرورة أن يكون هناك تفكير جدي في مسألة الإدارة الحكومية أو الإدارة العامة في البلد. الوزراء لا يمكن أن نركن أن وزير يقبل أو يبقى في منصبه لمدة 20-25 سنة وأكثر من ذلك. ليس انتقاصا من الأشخاص، لكن إحنا بشر من هذا المطاف، ويعني أنا أعتقد الطاقات الموجودة في هذا البلد كبيرة جدا، يجب أن توظف لخدمة البلد وليس لخدمة عوائل أو لخدمة أفراد أو لخدمة متنفذين. أنا أعتقد الدكتور ذكر شوي على سبيل المثال الأراضي مثلا في البلد اليوم. احنا كنواب اليوم نواجه ان برفض لاي مواطن مجرد ان انت عندك قرض، حتى لو قرض عقاري في اي مؤسسات ماليه في الدوله، يرفض البنك او ترفض وزاره الاسكان اعطاك خدمه اسكانيه. في المقابل هناك من يملك الاراضي الشاسعه ولا زال يستفيد من الامتيازات التي تقدمها الدوله، أراضي الدولة أيضا، المال العام في الدولة هي مسؤوليتنا جميعا، ليست فقط مسؤولية مجلس النواب. مجلس النواب يحتل موقع مهم وعليه أن يفعل دوره أيضا في المرحلة القادمة. أنا أستطيع أن أقول لكم شيء يعني مهم، أن هناك توجيهات صراحة نحن نلمسها في الحديث من كبار مسؤولين في الدولة، أن يجب أن يمارس دور النواب دوره في المرحلة القادمة. تبقى المسألة مربوطة بالنواب أنفسهم ومؤسسات المجتمع المدني وأيضا بالدولة ومدى مراقبتها لتفعيل هذا الحديث لكي لا يكون حديث إنشائي. هذا ردي على كل الملاحظات. شكرا. فعلا هي أنا أتوقف عند الإشارة اللي تفضل فيها أبو سلمان، المسألة المربوطة بالنواب أنفسهم. أنا في هذا الإطار أتمنى أن يكون هناك مساحة من الاهتمام المستحق لاستعادة النواب للصلاحيات التي سلبت في فصل تشريعي سابق وقيدت مسألة الاستجواب وكل آليات المساءلة والعقاب لمن يخطئ. يعدلوا اللائحة الداخلية لمجلس النواب في مبادرة غريبة أن يقوم نواب أنفسهم بتقييد صلاحياتهم. فأنا أعتقد طالما هناك نوع من الانسجام بين النواب الحاليين وأيضا المسألة مثل ما تفضل أبو سلمان بأنها مربوطة أيضا بالنواب بالدرجة الأولى، فأنا أعتقد هذا مهم التركيز على مسألة استعادة النواب لصلاحياتهم رغم محدوديتها ورغم أنها كانت مقيدة، ولكن تخلى النواب بمشهد دراماتيكي طواعية عن هذه الصلاحيات. أترك المجال للدكتور حسن. شكرا. في الحقيقة أنا اخترت موضوع أهمية الحوكمة في القطاع الحكومي. ذكر بعض الأخوان الأعزاء مجلس عدل التخطيط، نعم مهم ولكن لا يكفي، يعني ما يخالف احنا عمرنا سمح لنا انه يعني نرجع للسبعينات، الشعارات بعد حل البرلمان وطلعت ان البحرين بتتحول لسنغافورة الخليج، ومرينا بالثمانينات والتسعينات والألفية
ووصلت لكم إلى رؤية البحرين 2008، البحريني هو الخيار المفضل. وين الحين البحرين هو الخيار المفضل؟ يعني هذه الشعارات اللي مرينا فيها على مدار السنوات الماضية شعارات كثيرة، مجلس تخطيط لوحده لا يكفي، يعني لابد أن تكون هناك في منظومة متكاملة تترجم الشعارات إلى واقع. وبالتالي يعني اخترنا الحديث عن هذه المنظومة المتكاملة، هي تصل بالفعل يعني طرح قريب إلى المثالية، ولكن على الأقل هاي تجارب العالم، هاي التجارب الموجودة قدامنا، اللي يريد يمشي في هذا الطريق يمشي. ولكن إذا تسألون اليوم من أين نبدأ، أنا أقول السلطة التنفيذية، السلطة التنفيذية، لأن الأصل أنه يجب أن لا يكون فساد، الأصل أن لا يكون هناك فساد. يعني دور البرلمان هو الرقابة على حالات الفساد، ديوان الرقابة المالية الرقابة والتدقيق، ولكن من الأصل يجب أن لا يكون هناك فساد. يعني حتى في اليوم احنا نشتغل على مستوى البنوك والشركات ويوضعون أدلة الحوكمة، يوضع قسم خاص في الأخير لكي ينفذ هذا الدليل، يجب على السلطة التنفيذية أن تضرب المثال القدوة. فالسلطة الرسمية يجب أن تضرب القدوة. مثلا على سبيل المثال سمو ولي العهد حال 10 قضايا للنيابة، لا، خلي يكونون أقسى مع المخالفين، خلي يكونون أوضح، خلي يسمونهم بأساميهم، خلي تطلع أسماء كبيرة، رؤوس كبيرة، تكون عبرة للآخرين في قضايا الفساد هذه، خلهم يضربون المثل. أما البقية يجي دورهم مكمل للسلطة التنفيذية. فإذا بداية هي السلطة التنفيذية نفسها يجب أن تضرب للناس المثل إن هي جادة في مكافحة الفساد. وشكرا. شكرا. لا أريد أن أطيل، فقط أتقدم باسمكم إلى بالشكر الجزيل والتقدير العميق لكم أولا، ولكل من النائب الأول لرئيس مجلس النواب عضو كتلة التقدم عبد النبي سلمان والدكتور حسن العالي. ويظل السؤال ماذا بعد التقرير، وشكرا لكم.